بدي اليوم اشرح لكم شابتر 7 ده بالمادة السترينج. هسا شابتر 7 مثلا عندنا هذا المربع، في احنا بدنا الاسترسز عليه، كيف يعني تحليل الاسترسز عليه. عندنا هذا الاشي، هذا السهم اللي بيجي من هاي الجهة اسمه سيجما اكس ستريس اكس، وعندنا السهم اللي من هاي الجهة ستريس واي، وعندنا طبعا مشان يكون متزن لازم يكون عكس الإشارة من الجهة الثانية والإشارة من هاي الجهة. بس في عندنا إشي اسمه تورك إكس واي اللي هو الشير ستريس، في ممكن يكون لتحت ممكن يكون لفوق. فلو كان على فرض لفوق يعني هيك الصيغة العامة، هذا اسمه تورك إكس واي. هسه هون في أسهم ما بعرف شو مبدأها، كل واحد هيك واحد هيك، وهذا السهم عكس هذا. هسه السؤال ممكن يجي بالامتحان ما يعطيكاش مثلا السهم هذا وين اتجاهه. طبعا القاعدة العامة اذا هذا السهم تنشن يعني طالع من الجسم بكون فاي اكس موجب، اذا طالع من هذا تنشن بكون سيجما واي موجب. تورك اكس واي اذا كان لفوق موجب واذا كان لتحت سالب. طيب كيف واذا كان كومبريشن سالب، هذا لتحت سالب زي ما حكينا. طب لو كان الشكل مثل هيك مربع مربع، ما كانش معطيني السهم هذا، مثلا معطيني هذيك هذيك فاي اكس، وهذا مثلا هذا فاي واي، هذا بتكون هيك الاتزان له. طيب مش معطيني هذا السهم، مثلا معطيني بس هذا، معطيني سهم زي هيك. طيب بس في قاعدة اسمها الراس راس الذيل ذيل، مثلا هذا الراس عندي هون، فبتكون الجهة هاي راسها ملتقي فيه، يعني الراسين ملتقيات ببعض، فمباشرة هذا بده يكون ذيل، فهذا الراس هذا الراس، يعني الراسين ملتقيات ببعض دائما، يعني كل ذيل بلتقي باللي قبله، راس 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 ذيل ذيل. فهون بالحالة تورك اكس واي سالب، هون نحط عنده اشارة سالبة. مثلا حالة ثالثة لو كان السهم طبعا هذا سالب فاي اكس. طيب لو كان عندي مثلا هيك 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 هيك، معطيني هذا السهم لتحت مباشرة، هذا لفوق وهو راس راس ذيل ذيل، هذا الذيل هون معناته هذا الذيل هون، هذا الذيل هون كون ذيل هون، هذا مبدأها. لو أعطاني بس هذا السهم نطبق نفس القاعدة مشان نطلع تورك اكس واي، هون موجب وهذا سيجما اكس موجب، هون فاي واي سالب. بس في عندنا 3 قوانين حاطة لنا بالدفتر هيك، حاطة عليها المربع وكاتب مش حفظ، والدكتور حكى مش حفظ، واللي بحفظهن حكى وبحلن بدون ما أعطيه إياهن بحط له صفر وبعتبره غشاش ومن الحكي. بس بدك تكون عندك قاعدة، إذا كان هو إذا أعطاك إياهن مثلا وحكى لك الجسم هذا لف بزاوية معينة، إذا لف عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة بيكون موجب، يعني الدوران موجب الزاوية موجبة، ومع عقارب الساعة سالب. بس في أمثلة كثير بس ما بعرفش إنه شو مبدأها، شو الكذا بالكتاب إنه داخلي ولا لا، فما بعرفش شو أعمل يعني بالضبط. فإنه لأنه حكى مش حفظ ما ركزتش عليهم. هسا الحفظ في كم قانون اسمهن البرنسبل، برنسبل أوف ستريسز. في عندي البرنسبل أوف ستريسز وبرنسبل أوف شو اسمه الزوايا، برنسبل أوف بلينز. الستريسز له كم قانون، لما يحكي لك مثلا find the principle of stresses للشكل لهذا المربع، في عندنا قانون اول اشي الفاي ماكس، فاي ماكس ماكس مش اكس او مينيمم نفس الاشي، بده يكون فاي افريج، فاي افريج اللي هي فاي اكس زائد فاي واي اثنين زائد او ناقص. لو طلب الماكسيمم بكون زائد، ولو كان طالب مينيمم كي سالب، بكون ايش فاي اكس ناقص فاي واي اثنين كل تربيع زائد تورك تربيع اكس واي. طب بس هذول ما نجيبهم من الشكل، مثل ما حددت فوق الاشارات كون تركز عليهم، واي اشارة خطأ الدكتور بخصم 8 علامات، راح السؤال من اصل 12. وفي عندي اشي اسمه التورك اكس واي، بس لو طلب ايش تورك ماكس شو بيساوي،
اللي هو هذا الحد زائد أو ناقص ماكس أو مينيمم زائد أو ناقص بيطلع نفسه، بس الإشارة غير. فاي إكس ناقص فاي واي 2 كل تربيع زائد تورك تربيع إكس واي تاو تورك. في عندي إشي اسمه ال stresses of planes، principle of planes. عندنا إشي اسمه تان، تان 2 ثيتا بي بيساوي 2 تورك اكس واي فاي اكس ناقص فاي واي. هاي ناخذ الانفرس ونطلعها بعدين نقسم على 2 دائما. طيب هسا هاي بالنسبة لل، ناخذ مثال، مثال بالدفتر احسن اشي او مثال بالكتاب ومشان نشرح المور سيركل بعدها على نفس المثال مشان نتأكد من الاجوبة. عندي المربع هذا معطيني هون 150 ميجا باسكال، معطيني هذا 50 ايه 80 ميجا باسكال، معطيني هذا 30 ميجا باسكال. طيب التكملة حسب قاعدة راس راس ذيل ذيل، هاي ذيلها هيك ذيلها هيك تكون عكس هذا. وعندي هذا لأنه تنشن، عندي هذا كومبريشن تنشن برضه ايه، وعندي هذا هيك. طيب الشكل هيك صار. بقول لي ديترمان ديترمان ذا برنسبل اوف بلينز، يعني تان ثيتا بي تو ثيتا بي برنسبل اوف ستريسز. طيب بده برنسبل اوف بلين، برنسبل اوف بلينز. طيب نحكي تان تو ثيتا بي بتساوي، قلنا 2 تورك اكس واي، يعني تورك اكس واي كم 80 بس سالب، ليش؟ لانه السهم لتحت. فبنحكي سالب 2 في 80 160 على فاي اكس ناقص فاي واي، كتبنا بالقانون فاي اكس تنشن 150 ناقص 30 لانه فاي واي موجب، ناقص 30 تساوي سالب 160 على 100 120. طيب ناخذ تاني انفرس على الحاسبة. تان انفرس للسالب 160 تقسيم 120 تطلع في تو ثيتا، تو ثيتا تساوي سالب 53 واحد، فثيتا بتتساوي اقسمها 2 تساوي سالب 26 ضد 5. احنا شو بنعمل كمان؟ انه الزاوية لو كانت بالمحور الثاني البعد الثاني زد 90، زد 90 ثيتا يعني المحاور، يعني هي مبداها اصلا بكون على محاور، تكون الزاوية ثيتا هاي او هاي 36 ضد 4. هاي برنسبل اوف بلين، هاي خلص اول مطلوب على نص العلامة. بعدين طالب برنسبل اوف ستريسز، هذا ايه لو حكينا ب برنسبل اوف بلينز بنحكي اول شيء القانون فاي ماكس او مينيمم بيساوي فاي اكس زائد فاي واي على 2 هو اسمه فاي افريج، فاي اكس 150 زائد 30 2 زائد او ناقص جذر 150 ناقص 30 2 كل تربيع زائد توك تربيع اكس واي اللي هو 80 تربيع سالب 80 تربيع، طبعا لانه التربيع هون مش راح يأثر على آلي حاسبة بيطلع الجواب اخر شيء. نحسب هسا 180 تقسيم 2 زائد جذر، نطلع الجواب مباشرة من الكتاب بيطلع فاي ماكس، فاي ماكس بيساوي اما 190 او فاي مينيمم بيساوي 10 سالب 10 لانه هاي تورك اكس واي اللي تحت الجذر، تورك ماكس بيساوي 180 تربيع 120 تربيع 2 اللي هي 60 تربيع
زائد 80 تربيع تحت الجذر 100. فوق ناقص 100. هذا السؤال هيك كانت. هذا الموضوع لو طلب مني برنسبل اوف ستريسز. طيب هسه في طريقة ثانية للحل، ما بنحتاجش نحفظ هاي القوانين كلها، اللي هي بيعتمد على الفهم، اللي هو اللي اسمه فوق مور سيركل. مور سيركل مش شرط تجيب مسطرة ودائرة ومن الحكي وفرجار مشان ترسمها، لا بشكل تقريبي. بشكل تقريبي مثلا عندي المحور هذا، المحور هذا، المحور هذا. طيب هسه عندنا الدائرة مثلا، أنا فرضا هيك، هاي دائرة، هاي دائرة. المسافة من نقطة الأصل، دائما مش من الدائرة، من نقطة الأصل لمركز الدائرة، لو فرضنا هذا مركز الدائرة، هاي هيك المسافة، هاي اسمها فاي افريج. فاي افريج حكينا، فاي افريج بيساوي، فاي افريج بيساوي فاي اكس زائد فاي واي، مش فاي سيجما، اثنين. هاي اول قاعدة. وعندنا هسه نصف القطر، نصف القطر اللي هو ار، ار بيساوي التاو ماكس دايما. وفي عندي هاي فاي اكس ماكس، وهاي فاي مينيمم لاكس، وال بس هذا المطلوب. طالب مني ايش؟ اوجد الهاي. طب بس كيف نطلعهن؟ نروح على المثال مباشرة، نفس المثال اللي اخذناه قبل شوي. كان طالب، من طالب هاي المربع، مربع عندي 150، عندي هون 80 بس سالب راح تكون، وهون 30. وكمل الأسهم لحالك. طيب ناخذ أول دائما نقطتين، نقطتين. افرض النقطة الأولى A والنقطة الثانية B. النقطة الأولى دائما احداثياتها فاي اكس وسالب تورك اكس واي، دائما سالب تورك اكس واي. والنقطة الثانية احداثياتها سيجما واي وتورك اكس واي موجب، يعني مش لأنه هذا سالب، حكينا هون سالب، لا لا هو سالب هيك احداثيات النقطة على فرض، مشان نحل السؤال هيك الدكتور حكى أحسن طريقة. فاي اكس ايش هي؟ 150 موجب لأنه تنشن، وسالب تورك اكس واي، هسه تورك اكس واي سالب 80، فهو سالب هون ف80 موجب. طيب فاي واي كم؟ 30. تورك اكس واي سالب 80. طيب شو بنروح؟ نروح نرسم محورين، محورين. طيب عندي 150، هاي 150، عندي سالب تورك اكس واي سالب 80، يعني هون سالب 80، يعني هاي النقطة الأولى 150 سالب 80. والنقطة الثانية هاي 30، لا 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 غلط، هاي 150 ولا فوق 80، هاي 150 80. وعند النقطة الثانية هاي 30، هاي سالب 80، هاي 30 سالب 80. وصل الخط بينهم، مش ضروري مش دقيق ما حكينا، هذا المركز، ارسم دائرة زي هيك فرضا هيك عادي. لو مست المحور وحكينا هاي احنا شو اسمه، لانه تقريبي. وهاي اول شي نحسب فاي افريج، فاي افريج اللي المسافة، هاي فاي افريج بدها تساوي 150 زائد 30 على 2، هي فاي اكس زائد فاي واي على 2، 180 على 2، 180 على 2 تساوي 90. فالمسافة من المحور الرئيسي للمركز 90. طيب هسه نطلع نصف القطر، نصف القطر شو اسمه، لو حكينا هسه هاي 80 وهاي المسافة 30، يعني لو نزلنا، نزلنا خط هيك، نزلنا خط هيك، مش هاي، مش هاي، مش هاي، مش هاي، هاي هاي زي هيك. لو حكينا هسه اذا هاي المسافة 90، 90 بظل التكملة منها، هاي 150 اذا هاي 60، يعني هاي المسافة الافقية من هون لهون
150 اللي هي الامتداد هاي 150، وحين الفاي افرج مال 90 ظل من 150 60، فاذا هاي 60 وهاي ارتفاعها 80 هذا على فيثاغورس ار بيساوي جذر 60 تربيع زائد 80 تربيع يساوي طبعا 100 مثلث 6 8 10. فاحنا بالسؤال هذاك لما حلينا على القوانين طلع معنا التورك اكس واي يساوي 100 الماكس يساوي، لانه حكينا ار دائما هاي. طيب اذا هاي 90 هاي 60 150، طيب ما هو اصلا نصف القطر، يعني لو حكينا هاي المسافة هذا 100 وزيد على 90 يعني هاي كلها 100 وهاي المسافة 90، فهذا فاي اكس يساوي 190. طيب لو كان هذا كلياته 100 شيل منه 90 اللي هي المسافة هاي سالب 10 يعني الدائرة بتصل فيه هيك جاي، فايش هاي طرفها او انه هذا الطرف سالب 10. نفس الاشي تان ثيتا بي نحكي هاي الزاوية تو ثيتا مش ثيتا او فاي تساوي تو ثيتا، تو ثيتا تساوي طبعا تان المقابل على المجاور 80 على 60، 80 على 60 لو اخذنا تان انفرس لل80 تقسيم 60 بطلع الزاوية 53 دوت 1، فثيتا تساوي اقسم على 2 26 26، هذيك طلعت سالبة أول إشي، أعطوا ثيتا بي من الجهة الثانية مش الجهة اللي فوق، في خلل مش عارف شو القيم نفسها بس الإشارة طلعت فيها خلل، مش مشكلة المهم انه الفكرة وصلت خلاص.